سيادتك واستاذ سيادتك طيب محمود بيه طبعا منور. الله يخليك فندم. الله يخليك فندم. كل سنه وانتم طيبين هاني بيه وتحت امركم. مبروك التجديد الجميل اللي في قناه الاهلي، حاجه مبهره، حاجه جميله وحاجه مشرفه، يعني الواحد يتفرج عليها متعه جميله وتصميمات جميله وشخصيات جميله ومواضيع جميله، حاجه يعني عظيمه عظيمه عظيمه، تليق بالاهلي وتليق بمصر. ربنا يخليك يا باشمهندس، وان شاء الله لو هتتابعنا دايما ان شاء الله تتابعنا، ان شاء الله هتلاقي اعلام محترم وهتلاقي قناه النادي الاهلي باذن الله دايما في المقدمه باذن الله. انا بتابع على طول ان شاء الله. كنا بنتكلم مع يعني ضيوفنا على ملف مهم جدا، وحضرتك جزء كبير جدا او جزء يتحمله الصناعه، حضرتك رجل صناعه وفي نفس الوقت رئيس نادي محترم نادي سموحه. شفت قرار عودة الدوري المصري ازاي من وجهة نظرك في الجزئين، كرجل صناعة فعلا وكرجل رياضي على المستوى الرياضي ورئيس نادي يشترك في الدوري المصري؟ انا كنت متوقع وكنت بتمنى عودة الدوري، وكنت من المؤيدين جدا لعودة الدوري، لان ما ينفعش ابدا يعني، وده الفكر اللي انا توقعت ان مصر في هذا العصر تكون حريصة عليه، ودول العالم المتقدمة كانت حريصة عليه، لأن الدوري ده حياة زي ما حضرتك بتقول، صناعة ورياضة، ده رسالة استقرار، رسالة ليها مردود سياحي، ليها مردود ثقافي، ليها مردود اجتماعي، ليها مردود أمني، ليها مردود سياسي. دي في أولا صناعة الإعلام فيها، الرياضة نفسها فيها، الشعب المصري كله بيحب الكورة، بيحب الرياضة، العالم كله بتحب الكوره بتحب الرياضه، مصر دوله رائده، لازم نلعب ولازم والانديه دورها انها تشارك في الانشطه وانها تشارك وتلعب الدوري، ما تكونش انها دورها انها تقاوم اللعب، ان احنا الانديه ما هي الا احد اطراف اللعب او الجيم، فاحنا بنلعب، وزي ما قال عصام بيه ان في اعلام وفي ناس بتشتغل وفي ناس بتنتج وناس ورا الكلام ده واحداث كبيره وتلفزيون واعلام وصحافه الى اخره، وزي ما احنا شايفين انجلترا الصناعه الاولى فيها هي كره القدم، ودلوقتي برضو في اوروبا كلها الصناعه الاولى هي كره القدم، وشايفين قد ايه الانديه بتتحصل على ايرادات عاليه جدا من البث الفضائي ومن الرعايه ومن التذاكر، وان المباريات الكوره زي الفستيفال، فكرة القدم انها تعود ده امر طبيعي وشيء واقعي، وانا كان رايي برضه ان ما ينفعش ابدا اقلب الصفحه واقول انا عايز ابدا دوري جديد، لان ده في دوري وفي منافسه وفي ناس خدت ترتيب وناس بذلت جهد، والوضع الطبيعي ان احنا ما يتلغاش الدوري، يعني احنا دايما اي دوري اتلغى احنا بنتذكره بحزن واسى، واحنا كانت في ظروف خارجه عن ارادتنا، تأجيل الدوري، وقف الدوري، فلما الأمور ابتدت تتقدم احنا كان لازم يرجع الدوري. كلام مهم جدا طبعا من حضرتك، زي ما قلت رمز صناعة ورمز كمان رياضي، ونشكر حضرتك جدا جدا على المداخلة، وان شاء الله تكون معانا قريب جدا في البيت الكبير في النادي الأهلي، وهيكون معانا دلوقتي كمان على التليفون